اللعبة هذه أمتع من Call of Duty. تعال أعرفك على لعبة تصويب رهيبة من Ubisoft اسمها X Defiant، وتقدر تلعبها مجانا بالكامل سواء على الكونسول PS5 والإكس بوكس سيريز أو PC عن طريق تطبيق Ubisoft Connect، وبشرح لك أهم مزايا اللعبة وإيش لازم تعرف عنها، خصوصا أن الموسم الأول صار قريب. اللعبة نظامها 6 لاعبين ضد 6 لاعبين، وخرائطها وشخصياتها مستلهمة من ألعاب يوبيسوفت المشهورة مثل فار كراي، وتختار فيها شخصيتك من بين مجموعة فصائل موجودة في اللعبة. كل فصيل عنده قدرات مختلفة ومميزة عن غيره، وبعدين تحدد الذخيرة اللي بتستخدمها وتبدأ اللعب. وحط ببالك أنك تقدر تغير الفصيل والشخصية، وأيضا العتاد في كل مرة تخسر فيها وأنت تلعب ويصير لك ريسبون. كل فصيل في اللعبة عنده مهارة تلقائية ومهارات مختلفة عددها 2، وأيضا مهارة قصوى أو ألترا. متوفر في اللعبة حاليا 5 فصائل. عندك فصيل إيشيلون اللي يخليك تتخفى وما تظهر على خريطة الخصم، وأيضا يعطيك بدلة عندها خاصية تخليك تكشف مكان الأعداء، وهذا أكثر فصيل استمتعت وأنا ألعب فيه. لكن لو كنت من اللاعبين الهجوميين ممكن تفضل فصيل المنظفين اللي ذخيرته فيها تأثير ناري اللي يزيد الدمج على الأعداء، وعنده درون ناري تقدر تطلقه على الخصم، أو حتى قاذف لهب كمهارة ألترا تفتحها وانت تلعب. وعندك فصيل التحرير من فار كراي 6، وهذا الفصيل اللي عنده قدرات علاجية في اللعبة. فصيل الأشباح من لعبة جوست ريكون هو الفصيل الدفاعي مع هيلث أعلى ومهارات دفاعية مثل الدرع بلتس شيلد، وجدا مفيد في بعض أطوار اللعب، وراح تشوف كثير لاعبين يختاروه. وآخر فصيل متوفر حاليا هو فصيل المخترقين اللي عنده قدرات الاختراق ضد الأعداء. هذا الفصيل بيكون مقفل ولازم تفتحه وانت تلعب من خلال انجاز التحديات داخل اللعبة. الأسلحة في اللعبة مش مرتبطة بالفصائل، كل الأسلحة الموجودة مثل الرشاشات الخفيفة والثقيلة والقناص ممكن تختارها مهما كان الفصيل اللي تلعب فيه. والحين بقولك عن الأطوار الموجودة في اللعبة. عندك طور الاحتلال اللي فكرته انك تحتل منطقة معينة وتجمع نقاط، وطور الهيمن اللي يطلب منك السيطرة على 3 مناطق ويعطيك نقطة لكل ثانية خلال فترة السيطرة. طور البطل اللي يعتمد على جمع الرموز من اللاعبين اللي تقضي عليهم، واللاعب اللي عنده أكثر توكنز بيصير مستهدف من الخصم وبيحصل على تعزيز كبير لقدراته الحركية. وعندك طور المرافقة واللي فكرة توصيل حمولة لنهاية الخريطة في وضعية الهجوم أو إيقاف توصيلها في وضعية الدفاع، وهذا أكثر طور لعب استمتعت فيه شخصيا وقضيت عليه ساعات طويلة. وطور التحكم بالمنطقة واللي تهجم فيه على مناطق للاستيلاء أو تدافع عنها. اللعبة مجانية لكن كالعادة عندك خيارات كثيرة للتخصيص، تقدر تحصل سكنات للأسلحة وتفتح شخصيات واحتفاليات خاصة بلحظات النصر وغيرها الكثير. وجدا أنصحكم تجربوا اللعبة، غير أنها مجانية وغير أنها تدعم اللغة العربية، إحساس التحكم فيها رهيب، طالعة كأنها خليط بين Call of Duty وأوفر واتش، وتحس انك مو قادر تتركها من المتعة، يعني تلعب جيم ورا جيم لساعات طويلة، وتخصص اسلحتك وشخصيتك وتخلص التحديات اليومية والاسبوعية وانت مستمتع لاقصى درجة. اللعبة جاها عدد لاعبين ضخم، وواضح انها بتكون مدعومة بالمحتويات بشكل قوي لفترة طويلة. راح يجي لها فصائل وخرائط واطوار لعب جديدة، فالافضل انك تلحق عليها من الحين. الموسم الاول من اللعبة بيتوفر في 1 يوليو القادم، وراح يوفر اخيرا اللعبة التصنيفي للي وده يحترف اللعبة، وتذكرة من 90 مستوى و3 خرائط جديدة وفصيل جديد اللي هو GSK من لعبة رينبو 6 سيج، وطور العلم كابتشر ذا فلاج المعروف. هذه كانت اهم اساسيات لعبة اكس ديفاينت، وراح نقولكم عنها اكثر ونجرب الموسم الاول من اللعبة ونشارككم تجربتنا معاها. وانتو ايش رايكم فيها؟ اكتبولي في التعليقات.